السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع سطيف وبالضبط بالمنطقة ولاية صابر اللي نعرفكم على هذه الحديقة والحاضرة المائية الضخمة التي تم افتتاحها في إذن بلدية ولاية صابر بالقرب من مدينة سطيف، واللي حسب التصريح نتاع والي ولاية سطيف وصاحب المشروع فالمشروع هذا سوف يتطور إلى ما هو أكبر مع إضافة حديقة جافة، يعني حديقة ألعاب تاع ليماناج وكذا بالجانب الحديقة هذه الحديقة المائية، إضافة إلى فندق ذات 4 نجوم بالقرب من هذا المركب الترفيهي. إذن هنيئا لسكان ولاية سطيف والولايات المجاورة بهذا الإنجاز الترفيهي. أترككم تتابعون والسلام عليكم.